رأي حضرتك في القائمة اللي حطيت رشوة من رقص الهدف؟ والله القائمة كويسة وربنا يوفق المنتخب إن شاء الله. والماتش ده من وجهة نظري هو 90 دقيقة مش 180 دقيقة، إحنا لازم نخلص هنا إن شاء الله. يعني شايف إن القائمة كلها تستاهل تبقى موجودة في المنتخب، وإن مروان حمدي هيستاهل يبقى موجود. القائمة وحشة لان في لعبة كبيره ما راحتش زي محمد شريف وزي احمد عبد القادر، وفي ناس اكتر برضو، في ناس من الزمالك وناس من الاهلي وفي لعيبه غير النوادي دي. قائمه اراها انها المناسبه، والاهم من هذا انه وما نتمنى كجماهير عربيه بتحب مصر ان اللاعبين يكونوا في الموعد مع تطلعات وامال الشعب العربي المصري الكبير، ونتمنى من كل قلوبنا من الجماهير المصريه والمسؤولين أن يقفوا إلى جانب المنتخب في هذه اللحظة التاريخية، ونحن سنكون معهم كجماهير عربي يمني من كل الجهات، سنقف إلى جانب المنتخب المصري، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. حرام الوقت مروان حمدي وسيد أحمد عبد القادر ومحمد شريف. يعني محمد شريف أنا شايف بقاله كذا ماتش لحد دلوقتي أفضل رأس حربة حاليا. قائمة يعني كروش غير موفق فيها بصراحة، يعني كان في أسماء كتير كان مرشحة بقوة جدا للانضمام للمنتخب، كان على رأسهم بصراحة يعني أحمد عبد القادر وإبراهيم عادل. إبراهيم عادل عامل يعني موسم ممتاز جدا مع بيراميدز. محمد شريف يعني غير إنه محمد شريف مش في حالاته المعتادة بتاعت محمد شريف، بس محمد شريف ما فيش حاجة اسمها محمد شريف ما ينضمش. المفروض ياخد أحمد عبد القادر وأحمد رفعت عشان هم ليهم تأثير أكتر على الجون ولاعيبة مهارية، ومثلا ومحمد شريف برضو عشان هو في اخر 5 ماتشات جايب 5 تجوان، بس ان شاء الله المنتخب يكسب ويفرحنا. والله احنا كلنا مع منتخب مصر، بس يعني كنت شايف ان في ناس احق، يعني محمد شريف مكسر الدنيا المفروض كان خده، بس برضو هي وجهات نظر، يعني هو ليه وجهات نظر تحترم. قائمه فيها كومنتات كتيره خصوصا في منطقه الهجوم، يعني لان في لعيبه كتيره كانت ممكن تبقى موجوده في الفتره دي ومتالقه احسن، يعني من وجهه نظري زي كوكا زي ناس كتيره قوي تبقى موجوده، خاصه ان الهجوم عندنا فيه مشكله يعني. بس انا برضو رايي ان مش ده وقت بقى اللي احنا نعدل على المدير الفني. المدير الفني بقاله فتره وهو له وجهه نظر. انا شايفه ان المدير الفني ظلم ناس كتير قوي، ويعني زي مثلا محمد شريف واحمد عبد القادر. عدم انضمام احمد عبد القادر دي حاجه محيره جدا، او محمد شريف برضو حاجه محيره جدا، احنا نفسنا مش عارفين ليه وايه السبب، في حين احمد عبد القادر كان عامل ماتش محترم جدا. فان شاء الله احنا ورا المدرب الفني في كل الاحوال، وهنشوف عقبة السنغال اللي احنا نفسنا بجد بنتمنى من ربنا ان احنا نعديها ان شاء الله. هي معقوله نوعا ما رغم ان هو بعد ناس كتير الفتره اللي فاتت، ما كانش متوقع اختياراته دي، بس احنا بنصبر عليه لغايه ما نشوف اخره ايه. يعني قائمه حتى كروش يعني هي كويسه وان شاء الله نصعد لكاس العالم، بس كان ممكن يضيف فيها ناس تانية تقوي المنتخب اكتر زي محمد شريف، احمد عبد القادر، طارق حامد، فده كان هيخلينا عندنا امل اكبر ان احنا يعني لا 100% ممكن نطلع كاس العالم عندي جدا، ونكسب ان شاء الله السنغال. نفسنا ان احنا نشوف لعيبه متواجده وتستحق ان هي تبقى موجوده زي محمد شريف زي احمد عبد القادر. المجموعه اللي خدها مجموعه كويسه، بس انا شايف ان في ناس كان المفروض تنضم اولى من ناس كتير انضمت. يعني انا شايف ان احمد عبد القادر بصراحه كان عامل موسم جميل وعامل ماتشات كويسه، كان المفروض هو كان اولى من ناس كتير، وكان هيبقى له دور كبير في الماتش حتى لو هينزل ياخد وقت قليل. حضرتك شايف الماتش ممكن يخلص كام كام وصلنا؟ والله النتيجه صعبه ان احنا نتوقعها، بس ان شاء الله نفوز هنا، ولو حصل نتيجه غير كده ان شاء الله نخلص في السنغال. يعني ان شاء الله توقعاتي مثلا الماتش ان احنا نخسر، اعتقد ان تكون نتيجه قليله يعني 1-0 الى هكذا. والله انا اتمنى ان المباراه تخلص 2-0 لصالح منتخب مصر. ممكن ان شاء الله 1-0 هنا ان شاء الله، وهناك 0-0. يعني لو خلص 1-0 هنا يبقى كويس، برضو 1-0 هناك يبقى كده تمام. يعني اتمنى ان احنا هنا نخرج 2-0 والسنغال نقدر ندافع طول الماتش، يعني اللي احنا نخسر 1-0 هناك ونتاهل ان شاء الله لكاس العالم. يعني ان شاء الله ممكن نكسب 1-0، واكيد محمد صلاح هو اللي هيجيب الجون. يعني احنا بنتمنى طبعا انه يكون 2-0 للمنتخب المصري، ويا ريت لو اكتر من كده يبقى حاجه كويسه جدا ان شاء الله. ممكن نكسب مثلا 2-0، يعني محمد صلاح موجود فاكيد يعني هيدخل لنا جونين ولا حاجه. خلاص 1-0 للمنتخب مصر ان شاء الله. في